الثالثة بتوقيت القاهرة، موجز الأنباء من القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. تتواصل اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 27 للقمة العالمية لموناكو 27 على المستوى الرئاسي. تركز مناقشات القمة عند الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ الخاص بالعهود والتعهدات المتعلقة بمواجهة هذه التغيرات. كما يشهد المؤتمر مفاوضات خاصة بالنقاط العالقة بعد مؤتمر غلاسكو، ويعكس حضور نحو 120 من قادة الدول وممثلي 197 دولة رغبة جدية في المضي قدما لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وخلال انطلاق القمة على المستوى الرئاسي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. وقد دعا الرئيس المصري في كلمته أمام القمة إلى تحرك دولي فاعل في هذا الصدد. وعلى هامش قمة المناخ، بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، ومن بين هذه القضايا التي ناقشها السيسي مع ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن القضايا المتعلقة بأمن الغذاء وأمن الطاقة. يترقب الأمريكيون اليوم الانتخابات التشريعية النصفية، حيث تشتد المنافسة ما بين الحزب الديمقراطي ومنافسه الجمهوري. وقبيل التصويت، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي سيضعف الديمقراطية الأمريكية. أكد البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن الديمقراطيين يعملون جاهدين بهدف تأمين اتفاق مع الحزب الجمهوري على دعم أوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية. كما حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة. في الوقت نفسه نبه السلطات الطاقة الأوكرانية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى احتمال تطبيق مزيد من القيود في العاصمة وفي المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى 6 مناطق أخرى من البلاد. قال جيش كوريا الشمالية إن التجارب الصاروخية كانت بمثابة تدريب على ضرب أهداف رئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كانت بيونغ يانغ أطلقت الأسبوع الماضي عشرات الصواريخ، ما أدى إلى تحذيرات الإخلاء في بعض المناطق بكوريا الجنوبية واليابان، وذلك إثر مناورات ضخمة للقوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية. نهاية موجز الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كما يمكنكم أيضا المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد فيرتيكال 11747. شكرا لكم وإلى اللقاء.